بارك الله، ايش سر المستوى هذا في الاتحاد؟ سر المستوى تضافر الجهود، اخلاص اللاعبين، اخلاص الاداره في عملها، اخلاص اعضاء الشرف، دعمهم لا محدود الحمد لله. الجمهور هذا انا دائما اشوفه كده وانا اسعد بوجوده، وهذا واحد من اسرار نجاحنا الحمد لله. احمد، اليوم التعاون ظهر في مستوى جيد طوال المباراه، لكن في فتره من الفترات انخفض مستوى التعاون، الاتحاد استطاع ان يسجل 3 اهداف. والله شيء طبيعي، انت قاعد تلعب تحت رطوبه عاليه، يعني احنا لعبنا ممكن احنا ضيعنا هجمات اكثر من نادي الاتحاد، مسكنا استحوذنا، لكن انت مع الوقت مع مرور الوقت هذا الاتحاد ما شاء الله استفاد من تغيير فهد، فهد يجري ما شاء الله، نزلوا الشوط الثاني، استغل التعب اللي فينا وتمكن من الفوز الحمد لله. جرينا الاتحاد، كنا الافضل في لحظات، اعتقد ان يعني كنا نستحق على الاقل نقطه، ولكن الاتحاد فريق كبير يستحق هذا الفوز والصداره. نقول الحمد لله على كل حال، نعتذر لجماهيرنا الغاليه، عوضهم بقادم مباريات ان شاء الله. زي ما شفت يعني بكل امانه الاجواء يعني صعبه شوي، رطوبه وارضيه الجوارات دائما تتعبنا صراحه، فما هو عذر هذا، ولكن نقول ان شاء الله راح نصلح الاخطاء. لسه بدايه الدوري، ما راح شيء يعني 5 مباريات فقط، امامنا مشوار طويل ان شاء الله، عندنا اكثر من بطوله قادرين نعوض جماهيرنا. معلش عبد الله، ماذا يفسر غياب احمد عكاشي؟ اخوي ما هي قضيه دحين غياب احمد العكاشي، هذا شيء يخص اللاعب ويخصنا احنا، يعني ممكن ظروفه الشخصيه وظروف النادي كلها جت في نفس الوقت، لكن اللاعب انا اوعدك ان شاء الله حيكون بإذن الله قريب في التمارين بإذن الله. واللاعب أحمد لاعب كبير وإحنا نقدره إن شاء الله بإذن الله، ونادي الاتحاد نادي كبير، يتمنى أي لاعب اللعب فيه وارتداء فنيلة نادي الاتحاد، ونعرف كثير إحنا من اللاعبين اللي نجوم في منتخبات عالمية. وللسيف الصدارة، وللسيف الصدارة، وكل الأندية بعده، يلا وكل الأندية.